أغرب وأخطر الظواهر الطبيعية اللي هي اسمها المد الأحمر أو الطحلب الأحمر السام، هذا في بحيرة كورنيش جدة. تفاصيل أكثر في تقرير زميلي عبد الله الخرجي، وراجعين لكم. لأول وهلة تشعر أن هذه البحيرة على كورنيش العروس هي منظر جمالي مثلها مثل أكثر البحيرات في مدينة جدة، ولكن لا بد أن يستوقفك اللون الأحمر ليكون السؤال: ما سبب هذا اللون؟ يمكن أن تطرح أكثر من إجابة أو أن يتم اقتراح الإجابة عليك، إنه بسبب صدى المجسم، ولكن تقطع أفكار الإجابة الصدمة. الطحلب الأحمر السام أو ما يسمى علمياً بالمد الأحمر. رواد المنطقة قالوا إنه هو عبارة عن صدى للمجسم السمكة اللي احنا شايفينه قدامنا. هو طبعاً مجسم حديدي ومصدي ولي فترة طويلة هو بالصدى ده. من يوم ما جات للعينات طبعاً نفس الشخص اللي جمع العينات نفسه ليلتها يومتها بات في المستشفى من كتمة صدرية ودوار واسترجاع. ظاهرة طبيعية يتم من خلالها ازدهار أكثر أنواع الطحالب خطراً فقط من مجرد استنشاق هواء البحيرة، والسبب إحداها من الظواهر الطبيعية والآخر من عمل الإنسان، وذلك من خلال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر أو في هذه البحيرات، وتكون ناقوس خطر يفتك بالطبيعة وخطر على من يستنشق فقط هواء البحيرة. الخطورة تكمن في إيه؟ في مجرد الاستنشاق، يعني مش شرط إنه أنا يعني أنزل البحيرة وأتعرض للموية، بس إنه أنا أستنشق الهواء الموجود وأقعد فترة طويلة أخذ لي دوز، هذه هي المشكلة. ما بنشوف إنه في تحرك جاد. أنا قبل كده كانت في بحيرة اللي هو النورس والأربعين، قبل كده حصلت نفس الظاهرة دي بأنواع طحالب تانية وسبب في نفوق للأسماك. الفكرة الآن هي ما هي بحيرة واحدة، هي عدة بحيرات، مصبات الصرف الصحي كلها بتصب في البحر. جدة عروس البحر الأحمر وأجمل شواطئ المملكة كانت تحت هاجس قلة الرصد البيئي وشكوى تصريف مياه الصرف الصحي في البحر والبحيرات ليكون العلاج قبل الوقاية، وليست الحادثة الوحيدة بعد نفوق أسماك بحيرة الأربعين وتلوث الشواطئ إلى المد الأحمر. جدة أحلى مدينة مهما درنا ما في زين، جدة أحلى مدينة. الطحلب الأحمر السام أو ما يسمى علميا بالمد الأحمر، ناقوس الخطر الذي يضرب شواطئ جدة ويضر مصطفيها وزوارها وسكانها. ليبقى السؤال المشروع: من هو المسؤول؟ عبد الله الخرجي، الإخبارية، جدة. ينضم لي من استديوهاتنا في جدة الدكتورة فتونة الصايغ، رئيس وحدة المنتجات البحرية الطبيعية بمركز الملك فهد للأبحاث. حياك الله دكتورة فتون. اهلا وسهلا بك، واشكر قناة الإخبارية وفريق العمل المتميز في برنامج الراصد، وان شاء الله يكون مداخلة الله يحييك مثمرة وقيمة للجميع. ابغاك تعطيني اخطار الطحالب اللي موجودة في المنطقة هذه اللي فيها السمكة. المنطقة هذه تحديدا؟ ايوه. بتقصد؟ ايوه. اوكي. نوع الطحلب اللي تم تعريفه في البحيرة هذه هو طحلب الميكروسيستس، وهو من الطحالب المصنفة علميا من انواع الطحالب اللي بتطلع سموم. ايوه. ودول كثيرة بتعمل عملية رصد خاصة فقط للنوع هذا من انواع الطحالب. إيه؟ لدرجة السمية حقته الخطيرة، وكون انه سمومه مرتبطة بجزيئات الماء، فمجرد التبخير او بخار الماء المتصاعد من المسطحات المائية هذه. إيه؟ ومرتادي المنطقة هذه ممكن يتعرضوا للأذى المباشر عن طريق الاستنشاق. لما امشي انا واحد هناك في علي ضرر؟ والله اذا مريت عديت من دون ما هذا، اما لو لا انا جالس بتعشى بتغدى هناك فرضا. لا 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 طبعا اكيد لا. طيب مين اللي الحين الأمانة عندها المشكلة هذه؟ والله العظيم أنا لست بصدد إنه يعني أوجه اتهامات لأحد. إيه؟ لكن أنا با الموضوع هذا، موضوع ظاهرة المد الأحمر، ما هو موضوع جديد. إيه؟ ولا المنطقة هذه أول مرة حوادث. طيب. بتحصل. الحوادث دي صارت متكررة عندنا،
والكل عارف انه بسبب اللي هو تواجد طيب. المخلفات الصرف الصحي. طيب اختي دكتوره فتول خليك معي، معي اخوي حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئه العامه للارصاد وحمايه البيئه. حياك الله اخوي حسين. اهلا وسهلا الله يحييك. كيف نتعامل مع هذه الظاهره؟ ما بسالك عن الجو الحين ها؟ نعم يعني لا شك لابد ان نشير الى يعني نقطه هامه ان كثير من البحيرات وال المضايق المائية التي تؤدي إلى بعض المناطق في بحيرات جدة منذ فترة يعني ليست بالقصيرة تعاني من عدم تبادل هذه المياه بشكل جيد، ونلاحظ أن في الفترة الأخيرة حدثت كثير من الإشكاليات أو التلوث، وشاركت معنا الدكتورة فتون بشكل جيد في هذا الجانب، ونحن نشكرها في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على حرصها بشكل مستمر. الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طبعاً أخذت عينات من هذه البحيرة. وش لقيتوا فيها؟ نعم. وش لقيتوا فيها؟ حتى الآن يعني مبدئياً لم تعلن النتائج بشكل واضح. لكن عادة يعني دعنا نكون نتكلم بنوع من الصراحة، هذه البحيرات تبادل المياه بينها وبين البحر عادة يكون ضعيف، مما ينتج عنه تلوث دائم في هذه المناطق ويحدث ما يسمى بالمادة الأحمر. كلمتوا الأمانة؟ كلمتوا الأمانة؟ نعم يعني هناك تنسيق مباشر مع أمانة مدينة جدة ومع جهات ذات التخصص التي تعامل في هذا الجانب، لكن لابد أن نشير أن المادة الأحمر كما تفضل الدكتورة هو ظاهرة طبيعية، إلا عندما تكون هذه الظاهرة يكون نتاج لأسباب غير طبيعية كمثلا صرف صحي أو ركود المياه إلى فترات طويلة وعدم تبادل مع مياه البحر بشدة مناسبة. طيب أخوي حسين القحطاني شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية والله يقويكم. دكتورة فتون إيش الحلول برأيك؟ الحلول دائما عندنا مبدأ في البيئة يسمى الوقاية خير من العلاج. أيوه؟ المفروض تفعيل نظم رصد الظاهرة هذه ونظم رصد البيئية عموما، يعني لازم يكون عندنا سيستم واضح للشواطئ عندنا لأي مسطحات مائية اللي هي عمليات الرصد المتكررة الدورية اللي بتدينا تقارير مبدئية إيش اللي بيحصل إذا في أنواع معينة من الميكروبات بدأت تطلع، أنواع معينة من الطحالب بدأت تظهر، إيش الحلول من قبل ما تحصل الكوارث هذه، من قبل ما يصير اللي هو الازدهار ده. النظم هذه كمان برضو مرتبطة باللي هو الرصد أو الاستشعار عن بعد اللي هو الستلايت سيستم. إحنا موجود عندنا في المملكة نملك اللي هي القدرات هذه، لكن لم تفعل بحيث إنه هي تعمل كنظام للرصد. طيب أختي فتون الصايغ شكرا جزيلا لك، القضية هذه احنا متفاعلة ومستمرين بنناقشها، وانت ايضا ان شاء الله قريبة منها. شكرا لك الدكتورة فتون الصايغ من جدة، يعطيك العافية.